بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف بلجن عبارة عن فلتر بس بإمكانيات أكتر، اسمه جي اي تولز. هتلاقي هنا سيلكشن. لو أنا مثلا عملت سيلكت على بعض العناصر زي كده، هروح للتولز هقول له بري فلتر، فأبدأ أختار ايه الحاجة اللي أنا عايزها. وممكن أقول له سيلكشن اكسبنت، أقول له مثلا أنا عايز أكتر، يعني مثلا عايز مثلا نفس التايب. تمام، في المشروع كله، المدر كله، ولا كرنت فيو، عايز تعمل سيلكت جديد ولا اد تو كرنت. تمام، فهو يبدأ يشوف ايه الحاجات اللي واخده نفس الطيب ويبدأ يدخلها معايا في قلب السيلكت. تمام، زي ما انت شايف. ممكن اقول له سيف سيلكشن، وممكن بعد كده اعمل تحديد لبعض العناصر التانية واضيفها، يعني اضيف على اكثر من مرة. اقول له سيف سيلكشن، اقدر اضيف في اي وقت للسيلكشن دوت، يعني هعمل سيلكت ريستور سيلكشن، اعمل تحديد لاخر حاجه انا عملتها. فهو مفيد لحد كبير في موضوع السيلكت.